تعبان قوي والجو حر قوي، ده انا محتاج جرد العصير. ابو لا العصير لا، ده العصير ده بتاع ساندي. هي امي ليه عملت كده واصرت اللي ساندي اللي تشرب العصير مش انا؟ وكمان ساندي بتقول له انت بتشربه له كل يوم وبتحلف عليا. لا لازم اعرف فيه بالظبط. لا ما تقلقيش، محدش هيعرف خالص ان انا بعمل كده، ولا حد هيعرف. يا حبيبتي بقالي 3 شهور بحط لها البرشام في قلب العصير من غير ما حد ياخد باله خالص. برشام ايه يا ماما اللي انت بتحطيه لساندي يا ماما؟ حسام؟ ايوه يا ام حسام ابنك اللي انت بتحط لمراته برشام في العصير عشان ما تخلفش. ليه كده يا ام؟ احنا عملنا لك ايه؟ برشام ايه يا ابني؟ انت بتقول ايه؟ طب ممكن يا ام تفهميني ايه البرشام اللي انت بتحطيه في العصير ده؟ انت بتقول ايه؟ ازاي تفكر في امك كده؟ ليه كده يا ام؟ هو انت عليكي وانا عليكي زعل وضيقت اللي انا فيها دي؟ حرام عليك، انت ظلمتني وبكره تفهم وتندم على اللي انت قلته لي ده. ايه يا بنتي بتعملي ايه؟ ما بعملش. بقولك ايه يا حسام، هو فعلا الكلام اللي انا سمعته ده كلام ايه؟ انا وانت كنت بتقول لك بره ان انا مش عايزين تبقى حامل. لا لا احنا كنا بنتكلم على حاجه كده انا وهي. انا ما عملت كده يبقى الكلام صح. طب ليه اصلا تقول لك الكلام ده؟ ليه مش عايزين ابقى حامل؟ والله يا سند انا ما عارف اقول لك ايه، انا نفسي مش عارف، انا مش لاقي اجابه اصلا لكل ده. طب لو أنا... مش عايزاني تبقى حامل تقول لي، تفهمي ناخر شويه ناجلها شويه، لكن ما يعني ما تعطلنيش. لا هو اكيد الكلام مش صح، بس انا عاوز بس اتاكد من حاجه. بس امي اكيد بتمنى لي الخير وعاوزين اللي انا اخلف، يعني دي امي وانا ابنها. تمام. انتوا معطلوني، انتوا معانا حاجه معطلوني. لا يا ماما، لا يا ماما مفيش الكلام ده، انا متاكد ان في حاجه غلط، انا متاكد ان في حاجه غلط وانا هتاكد بنفسي. تمام. دلوقتي يا دكتور انت قلت لامي ان انا ومراتي ما عندناش اي مشكله ان احنا نخلف، ممكن تعرفني ايه اللي معطل الدنيا؟ بص يا ابني عصام انا هقول لك على كل حاجه. اتفضلي يا حاج تقرير المدام اهو. طمني يا دكتور. للاسف في مشكله عند مرات ابنك بالنسبه للانجاب. يعني في امل يا دكتور تخلف؟ ان شاء الله باذن الله، هي عايزه بس فتره علاج من 4 شهور ل6 شهور وان شاء الله هتبقى كويسه وربنا يديهم باذن الله. تمام يا دكتور، ممكن اطلب منك طلب معلش؟ اتفضلي. مش عايزه اعرف ابني ولا مرات ابني ان هي تعبانه وعايزه اديها العلاج من غير ما هي تعرف، ينفع يا دكتور؟ حاضر ما تقلقيش، مش هخليهم يعرفوا حاجه ان شاء الله. الف شكر يا دكتور. هو ده كل حصل يا ابني. ماشي يا دكتور، معلش انا ازعجتك وتعبتك معايا، الف شكر يا دكتور، الف شكر، مع السلامه. والله يا ماما ما عارف اقول لك ايه، انا بجد اسف ومش عارف اخبي وشي منك فين. والله العظيم حقك عليا، يعني ما تزعليش مني، والله العظيم انا اتسرعت بس واما شفتك بتحطي البرشام قلت بس. انا ما صدقتش، انا ما صدقتش والله، حقك عليا سامحيني بالله عليك. انا قلت يا ابني ان انا مش عايزه ازعلك انت ومراتك واخليكوا تحطوا في نفسيتكم ان انتوا ما بتخلفوش وزعلانين، فحبيت اتصرف كده عشان ارضيك وارضيها. انا مش عايزه حاجه تزعلكم ولا تفرقكم عن بعض. الله يخليك يا امي، والله ما عارف اقول لك ايه، بالله عليكي بالله عليكي سامحيني. انا مسامحك يا ابني ومش زعلانه، بس انا زعلانه على اللي انا بس فكرت فيها كده بس. معلش يا امي حقك عليا، ما تزعليش مني. رب ارزق بخير. عامل ايه في الشغل؟ مش مشكله. عامل ايه وعامل ايه في الشغل؟ عامل ايه في الشغل؟ عامل ايه في الشغل؟ اه عليكم. عليكم السلام. روح ارجع ارجع. عليكم السلام يا عم. الله اكبر عليك يا حسين. في حاجه النهارده؟ اسالوا مساله وقت. الموضوع بقى كويس؟ انا قلت لك الموضوع بقى كويس. انا قلت غير الموضوع. انت بقى انت بتقولي كلام من عقلي. انت بتقولي انت بتقولي كلام تاني غير السيناريو اللي انا قايله لك. انت بتقولي الكلام انت قايله لي كده؟ اللي انا قايله لك. عليكم السلام. ارجع. واحد. عليكم السلام. عامل انا مش عارف اضحك. الحمد لله على السلامة يا ابني، في ايه؟ مسألة وقت. يعني انت قلتي مرضو؟ ما هو يا ابني ما هو لا مش هو بعد ما كشف وعمل السونار، بعد ما الدكتور كشف وعمل السونار قال لي ما فيش اي قال مشكله، لي ماما قال لي ما فيش اي مشكله. المفروض تقول لي انا هجيب لك عصير من جوه.